السلام عليكم. تعالوا بقى المرة دي هنبدأ نتكلم على الانتنز اند ويف بروباجيشن. يعني ايه المقصود بالانتنز دي او اللي هي الهوائيات بتاعتنا؟ هنعرف ايه الهوائيات دي كمان شوية يعني، او اللفظ الدارج اللي احنا بنستعمله عندنا كده باللغة العامية المصرية اللي احنا بنقول عليه الاريال. تعالوا نتعرف على الحاجات ديت ونشوف ازاي الموجات بتاعتنا بتنتشر في لو احنا بننقل الموجات ديت كهرومغناطيسيا او بننقلها يعني وايرلس. طيب خلينا بس ندي مثال كده قبل ما نبدا نشرح ايه الموجه الكهرومغناطيسيه وخصائصها والحاجات دي كلها. تخيل كده حضرتك لما زي ما لو انتم فاكرين بقى الفيزياء اللي احنا كنا بندرسها في المدرسه، كانوا بيقولوا لنا ان احنا لو عندنا سلك بالمنظر دوت، والسلك ده انا مررت فيه تيار مثلا وليكن تيار I1، بيتولد حوالين السلك دوت مجال كهرومغناطيسي. يعني ايه مجال كهرومغناطيسي؟ كهرومغناطيسي يعني كهرباء ومغناطيسية الاثنين مع بعض، مجال كهربي موازي للسلك دوت زي الشكل اللي انا رسمه ده كده، ومجال مغناطيسي عمودي على السلك دوت بيبقى عامل حلقات زي الشكل اللي انا رسمه ده كده. الاثنين مع بعض، ده الكهربي الكتريكال وده المغناطيسي اللي هو الماجنتيك. المجالين دول مع بعض بنسميهم المجال الكهرومغناطيسي الاثنين. يعني شدة المجال الكهرومغناطيسي دوت اللي انا مثلا هسميه مجال اللي هو فيلد اف، بتتناسب مع شدة التيار اللي هو اي واحد. يعني ايه؟ يعني لو التيار دوت قيمته عليت، قيمة الفاليو بتاعته عليت، شدة المجال ده هتبقى اقوى، والعكس بالعكس. يعني ايه شدة المجال اللي احنا بنقول عليها شدة الاشارة، قوة الإشارة؟ عارف كده وأنت ساعات لما عايش، أنا بضرب دايما أمثلة بالحاجات الدرجة اللي إحنا بنستخدمها، لما تيجي تظبط الدش بتشوف قوة الإشارة قد إيه، وكل ما كانت القوة أفضل كل ما كانت الإشارة أحسن. طيب فقوة المجال دي عندنا بتتناسب مع شدة التيار ده. فإحنا لو رحنا جبنا بعد كده سلكة تانية حطيناها موازية للأولانية وقطعها المجال دوت، هيتولد جواها طيار، هيتولد جواها طيار بيقول عليه التيار المستحس. يعني التيار دوت يا فندم انا هسميه مثلا I2، حيث شدة التيار I2 تتناسب مع شدة المجال اللي هو استقبله اللي هو بيبقى F بس ضعف شوية طبعا لانه مشي مسافة في الاير بتاعنا. من العلاقتين دول ده معناه ان انا عندي I2 بتتناسب طرديا مع I1. يعني I1 لو زادت I2 هتلاقيها بتزيد، I1 لو قلت هتلاقي I2 بتقل. ده اللي احنا بنسميه الوايرلس كوميونيكيشن. اللي قدام حضراتكم ده ابسط شكل من اشكال الوايرلس كوميونيكيشن، حيث الحته الصفراء اللي هنا دي بيسموها الترانسميتر انتنا، هوائي الارسال، الاريال بتاع الارسال، ودي بيسموها الريسيفر انتنا، هوائي المستقبل بتاع. يبقى انت كان عندك اشاره عند الترانسميتر عند المرسل واستقبلتها عند المستقبل او ريسيفر بتاع ساعتك. طيب يبقى انا كده قدرت انقل اشاره من مكان لمكان تاني وايرلس لاسلكيا زي الشكل اللي قدام حضرتك دوت. عشان كده هم بيقولوا اصلا ان يعني ايه هوائي، يعني ايه انتن، بيقولوا عليها حاجه اسمها ترانسديوسر. ايه الترانسديوسر دوت؟ حاجة بتحول صورة من الطاقة لصورة تانية من صور الطاقة دي. يعني ايه؟ يعني في الحالة بتاعتي هنا الانتنة يا اخوانا ترانسديوسر، بيحول الطاقة الكهربية لكهرومغناطيسية، او بيحول الاشارة الكهرومغناطيسية لاشارة كهربية، بيحول الكهرباء لإلكتروماجنتيك فيلد عند الترانسميتر، وبيحول الإلكتروماجنتيك فيلدز ديت او ويفز ديت لإلكتريكال سيجنال عند الريسيفر. ده معنى كلمة ان هي ترانسديوسر، بيحول من حاجة لحاجة تانية. يبقى انا لما يبقى عندي ترانسميتر زي اللي قدام حضرتك ده كده، وبعت جواه سيجنال، السيجنال دي بقى اللي بتعبر عن الوحاد والاصفار، الاشارات اللي احنا مثلا قلنا عليها في الجزء الاولاني، بنبعتها بتتحول لموجة كهرومغناطيسية زي الشكل اللي قدام حضرتك ده كده. ده اتجاه انتشار مثلا اللي هو المجال ده اللي هو المجال الكهربي بتاعي، وده اللي هو المجال المغناطيسي بتاعي اللي احنا مسمينه مثلا هنا اتش، وده بيقول لك ده اتجاه انتشار الموجه بتاعتي.